مساكم فل. لي اليوم انا موجود بشركه اركان المتكامله، موقعهم الجديد والحله الجديده، نفسهم السيد علوي الخباز، محلهم اللي موجود بشارع الملك عبد العزيز اللي موجود بسوق مياس. ما شاء الله تبارك الله، لهم في هذا المجال الان اكثر من 50 سنه. خلينا ناخذكم الان في جوله، نتعرف على منتجاتهم ونشوف العروض القويه اللي داخلين فيها. نبدا معاكم بالمايكروفونات، مكبرات الصوت. عندكم حسينية، عندكم مسجد، محلات تجارية، الآن معظم البيوت قاعدة تركب أنظمة الصوت، مكبرات الصوت، فهم ما شاء الله تبارك الله كل الخيارات موجودة عندهم، من الأمبليفاير اللي هو المنظم الصوت هذا، من 30 وات إلين الأحجام الكبيرة 240 وات. ودائما أحدث التقنيات تلقونها موجودة عندهم، يعني هذا الأمبليفاير في USB وفي بلوتوث وفي صدى. هذا 30 وات كم سعره هذا قبل الخصم؟ 500 ريال. هذا قبل الخصم. على فكرة الخصومات في الأجهزة هذه من 10% تصل إلين 25%. هذه السماعات، طبعا عندكم السماعات الداخلية وعندكم السماعات الخارجية، من 60 وات تبدأ صحيح؟ من 30 وات وطالع، يعني الخيار اللي تبغوه تلقونه موجود. شوفوا كيف هذه الداخلية اللي تجي سقفية، وهذه أصغر منها، وهذه خيار آخر. بالإضافة طبعا عندكم هذه الجانبيات اللي تركب في نفس الجدار. مثل هذه كم وات هذه؟ هذه 6 وات. 6 وات، كم سعرها هذه؟ 60 بعد الخصم؟ 45 45 ريال، متخيلين الأسعار يا جماعة؟ هذه السماعة عليها طلب مرة قوي يا جماعة، هذه اللي تنسحب. طبعًا هذه كم وات؟ هذه 100 وات. طبعًا مواصفاتها يركب فيها مايك اللي هو لاسلكي، ويركب فيها USB، وممكن تركب فيها المايك أبو الواير، وممكن تشبكها من الجوال عن طريق الواير مباشرة في السماعة تشغلها. وصوتها مرة عالي ووضوحها حلو. كلهم عليهم خصومات، يعني هذه تقريبا بعد الخصم تصل إلين 450 ريال تقريبا. طبعا بالنسبة إلى المواتم الحسينيات لهم أيضا أسعار إضافية أو خصومات إضافية. هذه طبعا الحجم الكبير، أيضا جاي فيها كفرات وتنسحب، تقدر تحركها بكل أريحية، لكن هذه الحجم الكبير هذه 800 وات، هذه صوتها مرة مرة قوية يا جماعة. ايضا نفس الشيء يركب عليها مايك ولاسلكي، ممكن تركب عليها USB، تركب عليها، مواصفاتها مره عاليه. وهذه اللواقط طبعا متوفر عندهم السلكي واللاسلكي وعده شركات. الحلو عندهم طبعا ان البراندات اللي يشتغلون فيها كلها براندات معروفه، ما شاء الله تبارك الله خبره اكثر من 50 سنه. يلا وننتقل معاكم الى قسم الاضاءات، عندهم الاضاءات الخارجيه وعندهم الداخليه. صراحة أنا كنت أبحث عنهم، هذول حق المزارع، الاستراحات، حق الأحواش. الآن البعض يحط فوق السطح، فأشكالهم مرة حلوة وكلها عليها ضمانات، والخصومات فيهم من 10% إلين 25%. عدة موديلات مرة حلوين، شوفوا هذه مرة حلوة، وعدة ألوان. وعندنا هنا الإضاءات الليد، عندنا أيضا الداخلي والخارجي، اللمبات 4 إنش، 6 إنش، 8 إنش، وهنا الإضاءات الشريطية، عندنا الملون وعندنا العادي، وهنا عندنا أيضا الإضاءات الليد. ونفس الشيء الخصومات من 10% إلين 25%. نتجه على المفاتيح، طبعا عندهم سيمنز وعندهم بانوسونيك، طبعا أركان متكاملة موزع معتمد، ما شاء الله تبارك الله لهم سنوات وخبرة. طبعا هذه المفاتيح ايضا عليها خصم من 10% الين 25%، يعني تبدا اسعارها تقريبا هذه من تقريبا 7 ريال. وعندنا المفاتيح هذه شوفوا فخامتها، تبدا من 12 ريال بعض الموديلات. وهذه طبعا اللي مثل البيانو، مره عجبتني حلوه صراحه. وهذه البانوسونيك، طبعا البانوسونيك غنيه عن التعريف، طبعا عندهم عده خيارات، عندهم هذا السطر اللي فوق هذا ياباني، وعندكم هذول تايلندي، وعندكم هذا الصف اللي تحت او الصفين اللي تحت هذول الصيني، فكل الخيارات موجوده. وايضا الخصومات عليهم من 10% الين 25%. طبعا البانوسونيك غنيه عن التعريف، طبعا عندهم عده خيارات، عندهم هذا السطر اللي فوق هذا ياباني، وعندكم هذول تايلندي، وعندكم هذا الصف اللي تحت او الصفين اللي تحت هذول الصيني، فكل الخيارات موجودة. وأيضا الخصومات عليهم من 10% إلين 25%. هذا الانتركم، تبغى تركب انتركم جودة عالية عليك بالبانوسونيك، شركة معروفة وعدهم عدة خيارات للانتركم، يعني هذا اللي يجي قطعتين، الشاشة الثابتة، تقدر تفتح الباب عن طريق الشاشة هذه، شوف الشاشة فيها الكاميرا، وضوحها مرة عالي،
أو عن طريق الجهاز هذا الوايرلس. تقدر تفتحه تتكلم مع الشخص اللي موجود، وهذه مواصفاته. وعندكم هذا طبعا اللي هي قطعة ثابتة بالإضافة إلى الجرس، وهذا نفس الشيء، هذا باللمس وهذا عادي. الخصومات عليهم من 10% إلى 25%. بالإضافة طبعا عندهم طبلون من بانوسونيك. على فكرة شوفوا هذه مواصفاته، راح أعمل لكم كابتشر لها. الضمان عليه كم؟ ضمان 25 سنة. منتجات جودتها عالية، معروف البانوسونيك. يبحث عن منظمات، طبعا هذه صناعتها يابانية، Made in Japan. طبعا تحويل الكهرباء من 110 إلى 220 أو إلى تنظيم الكهرباء. هذا قسم الأجهزة الكهربائية، طبعا ما شاء الله تبارك الله متميزين أسعارهم يا جماعة، دائما تلقون عندهم أسعار مميزة، سواء في الأجهزة الكهربائية أو أجهزة أو الأجهزة هذه مالت الشعر، مثل الاستشوار ومجففات الشعر حق فرد الشعر، معروفين بالبانوسونيك هم. أعجبتني هذه، طبعا هذه مقاومة للماء، عادي تغسلها بالماء صح؟ حق الحواجب، حق الأنف، حق الإذن. مكائن الحلاقة عدة خيارات، شوفوا البانوسونيك هذه مرة ممتازة، هذه اليابانية، هذه عادي تغسلها بماء. يا سلام، مرة عجبني الراديو هذا كلاسيكي، وهذا التليفون. على فكرة هذا مو زينة، تقدر تستخدمه. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية. هذا موقعهم، حي الجزيرة شارع القدس، مقابل مغسلة الشراع، هناك شركة الدهان كده باتجاه مزايا الغذاء.